كتبوا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. جامي ما قعدت اون بيريود طويله هكذا كامل بلا ما فيلميت لكم اون فيديو، جامي ما صرات ملي حليت لاشين. بغيف الوغ في الفيديو هذا تاع اليوم حبيت نوضح لكم بعض النقاط ولا التساؤلات اللي مولفين يكونوا في لي كومونتير، شغل نجاوب عليهم اون فوا بور توت قبل ما نبداو لي فيديو تاع القرايه. الوغ الحاجه الاولانيه وشنو هي حبيت نجاوب لكم عليها هي وشنو هي المستويات اللي يعني رايحه نشدهم هذا العام، يعني لاني رايحه نركز لكم عليهم هذا العام، هي السنه الثالثه ابتدائي والسنه الخامسه ابتدائي. تقولوا لي ماكش رايحه ديري لنا السنه الثانيه الاولى الرابعه الى اخره، لا لا انا رايحه ندير لكم هي في الحق كامل لي نيفو، نقدر نقيس لكم ميم سوام مي بصح الثالثه والخامسه جوفي سي جوفي فير دو مون ميو، ندير لو بوسيبل ديالي باش ندير لكم ميم دروس، زعما تطلبوا لي درس ما راكمش فاهمينو نديره لكم انايا، جوفي سي ميم ندير لكم دروس اللغه العربيه درس مور درس بإذن الله بإذن الله إن شاء الله ربي يقدرني برك. هذه الحاجة الأولانية. الأمر الثاني يجوني بزاف دي كومنتير يقولوا لي فيهم دو بريفيرونس كي ديري دي فيديو وين تحلي فيه دي سوجي ديال الفرنسي تهضري بالفرنسي تشرحي للتلميذ بالفرنسية ما تهضريش معاه بالعربية ولا بالدارجة. ألو بيناتنا دوك التلميذ لو كان جاي يفهم لو كان جاي يفهم الفرنسية راه رايح مع الاستاذ تاعو في القسم ورايح يفهمها، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه لو كان راني قدامه شغل نهضر له اون فرونسي اون باراليل جوتيليز جو لي جيست يشوفني كيفاش راني نهضر كيفاش ندير له بيدي تو او رايح يفهمني، مثلا بوتي وندير له بيدي بوتي او رايح يشوف الطريقه اللي درت له بها ومن بعد يفهم باللي صغير. هذا مثال بصح انا ما رانيش قدامه ما راهوش يشوفني نهضر له ماهوش ميم با رايح يقول لي ما رانيش نفهمك واش راكي تقولي ايتو، صدقوني ماهوش رايح يستفاد. وباش يعني راني ندير دي فيديو هكذا سي كو لو كان طلعوا على لا فيديو الاولانيه تاعي ولا الدوزيام ديالي اللي درتها كي كنت ندير السنه الرابعه ابتدائي العام الاول تاع لاشين تاعي لي دومونديت فيه الامهات، قلت لهم يا امهات اكون معايا نهضر للتلميذ بالدارجه باش يفهمني ولا نشرح له بالفرنسيه. اغلبيه تاع لي كومونتير قالوا لي كملي بهاد الطريقه ولادنا راهم يستفادوا معاك كي راكي تستعملي هاد الطريقه، تقولي الكلمه بالفرنسيه ومن بعد تشرحيها له بالدارجه هكذا اللي راهو يستوعب، فهمتوني؟ ومن بعد فورس ا فورس التلميذ هذا هو رايح يحفظ هذيك الكلمه، شرحتها له مره زوج ثلاثه خلاص هو رايح تقعد له في الذهن ديالو. الحاجة الثالثة كي نشرح لكم كلمات باللغة الفرنسية نقولهم لكم لي بالفرنسية نقولهم لكم بالعربية، من الأحسن من الأحسن من الأحسن أنه يكون عندكم كناش وين تكتبوا الكلمة بالفرنسية الشرح تاعها باللغة العربية لو سينونيم تاعها تانيك بالفرنسية باش هكذا يقعد لكم هذاك الكناش ومن مرة على مرة ضربوا طلع عليه عاودوا قراوا هذوك الكلمات هما رايحين يترسخوا في الذهن ديالكم. الوغ النقطه اللي موراها درت لكم اون فيديو ما فهمتوهاش ما فهمت باردون ما فهمتوش كاش نقطه فيها ولا كاش تمرين فيه ولا شوفوا قولوا لي في التعليقات وما كاين حتى مشكل ان ريبوندي لكم ونشرح لكم سي الفو نعاود اون اوتر فيديو باش نشرح لكم هذيك النقطه ما كاين حتى مشكل. داير هذه كل ما ندير لكم اون فيديو نقول لكم اي حاجه ما فهمتوهاش قولوا لي في التعليقات. النقطه اللي موراها انا عندي اون باج فيسبوك باذن الله باذن الله باذن الله ان شاء الله باسكو ما نحبش نوعدكم ابري ما ندير لكمش حاجه تقولوا هي تمسخر بينا وهي ولا غير الا قلت لكم حاجه نديرها وما درتهاش معناتها صح ما قدرتش. المهم نولي في لاباج فيسبوك كل ما ندير لكم ان سوجي نصوره لكم نديره لكم سو فورم دان فيشي بي دي اف باش هكذا الام الا حبت تعطي لوليدها يبدا يحلو قبل باش يشوف الحل معايا والشرح معايا تقدر تمبريميه له. ودركا نجوز لكم للكتب الخارجيه اللي انا رايحه نستعملها. الو بالنسبه للسنه الثانيه عندي كتاب خارجي اللي فيه فروض واختبارات هاوليك تاع سلسله التحدي، انايا يعني السلسله اللي نستعملها الاكثر هي سلسله التحدي، هي اللي يعني ما جامي ما درت لكم ان سوجي من هذه الكتب الخارجيه تاع سلسله التحدي وقلت لي باردون ماشي هاد الدروس اللي انا نقراو
ولا او كونترير كل ما ندير لكم تقولوا لي يعطيك الصحه وسوا سوا واش رانا نقرا وكاين ميم لي وصلوا قالوا لي طحنا لو ميم سوجي لي درتي لنا الوغ فوالا ديال السنه الثانيه ابتدائي الى حبيتو ديروا كابتور ديكران اللي حبوا يشريوه. الوغ نجوزو للسنه الثالثه ابتدائي نبدا لكم عندي هدايا. هذا يعني لا بلوبار تاع لي سوجي درتهم لكم العام اللي فات، انا راح نكمل لكم اللي قادو ما درتهم لكمش. هدايا كوليكسيون اباي فوالا كيف كيف ديروا كابتور واذا حبيتو باش تشريوها. عندي كذلك هدايا، استنى دقيقه، عندي هذا دي سلسله تحدي جميع المواد. هذا كيف كيف كثرت على سوجي درتو هدايا ربي قادو 3 4 سوجي سيتو ممكن درتهم لكم كامل. هدايا فيه اختبارات تاع كامل جميع المواد. نروحوا لهذوما استنى نشوف بون دوك نوريكم. عندي هذا فيه دراسه نصوص تاع اللغه العربيه. عندي هدايا فيه دروس تاع الاملاء مع التمارين ديالها. عندي هذا ديال التعبير كذلك راني دائما مع سلسله التحدي. عندي هذا ديال الصرف السنه الثالثه باذن الله كامل التمارين اللي فيه والدروس نديرهم لكم ان شاء الله. وعندي هذا ديال الفرنسي فيه دي زيتود دو تيكست مع الكوريجي ديالهم ايتو. فوالا هذا تاني درت لكم منه. عندي الكتاب ديال اللغه العربيه باش ندير لكم منه دروس وعندي كراس الانشطه. جو في سي تاني نبدا لكم دوك من الاول ندير لكم الدرس مع التمارين درس مع التمارين باذن الله. ناخذ دوكا السنه الرابعه. السنه الرابعه باردون عندي جميع المواد كيف كيف رانا مازلنا مع سلسله التحدي. جميع المواد عندي تاني جميع المواد هدايا المواهب سلسلة المواهب وصنع كيف كيف وفق المنهج الجديد تاع الجيل الثاني ديال جميع المواد. وعندي هدايا ديال الفرنسي سلسلة التحدي. نروحو دركا للسنة الخامسة. السنة الخامسة دارو جيل ثاني فوالا نوري لكم الكتابات اللي كنت نستعملهم العام اللي فات. جو فيغيفي ويلا لي لوسون تبدلو كامل لي تو باسكو لا فيغيتي حتى لدرك السنه الخامسه مازال ما طليتش على الكتابات ديالهم. مي بون نوريكم الكتابات اللي كنت نستعملهم العام اللي فات. هدايا والو زيرو كاتاستروف شريتو بديت ندير لكم في لي سوجي اني نهضر على مواد الحفظ ماشي اللغه العربيه والرياضيات والفرنسي. قلتو لي ما عندهاش كاع علاقه لي كور لي باردون لي سوجي اللي راكي ديرين لنا مع لي كور اللي درناهم. الوغ ما استعملتوش كامل درت لكم مره زوج كي قلتوا لي ماشي مليح ما زدتش كامل استعملته. باغ كونطخ هدايا مانيفيك تاع سلسله التحدي تاني المراجعه النهائيه جو بونس هذا المراجعه الشامله فوالا هايليك المراجعه الشامله تاع رياضيات لغه وفرنسيه ليكزامان فينال. هذا كيف كيف هايل فيه جميع المواد. مي بصح قلت لكم حتى نطلع على الكتابات دوك ان شاء الله باذن الله اليوم راني رايحه نروح نطلع عليهم ايتو باش نعرف الى تبدل كاع البروغرام ولا واش صرا فيهم يعني هي واش صرا فيهم. نروحو دوكا الفرنسي هادي قريب كاع لي سوجي درتهم لكم ما قعدوش بزاف العام اللي فات. الوغ هادي هي اما بالنسبه للطور المتوسط هذاك لي ليفغ الكتب الخارجيه مازال ما جبتهمش وهذاك ابري نعاود نجبدهم نستفهم باش نوريكم. الوغ هادي هي لا فيديو تاع اليوم. حاولي واش كنت حابه نقول لكم جيسبر ما طولتش عليكم نورمالمون هضرت على كلش جيسبر ما نكون نسيت حتى حاجه. الا نسيتك شي حاجه لا بروشين فوا ان شاء الله نقولها لكم. وان شاء الله باذن الله الفيديو الاول هو راح يكون السنه الثالثه ابتدائي نبدا لكم مع دروس اللغه العربيه والتمارين ديالها ما بيد ما يلحقوا الفروض ونبداو نحلوا الفروض مع بعض. مع السلامه وبالتوفيق ان شاء الله. سلام.